هو ده السنوت. تمام، هو بسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه معقده يعني. هو ده شكل السنوت، بيبقى فيه هنا عدسه بتقدر تحركها تتحكم فيها مع السنوت. شوية أدوات، الجلات دي، الأداة دي اللي بيركب فيها الأشكال وبتركب قدام السنوت، ودي شوية أشكال من اللي بيجوا مع السنوت. دول جزء تاني، عبارة عن شباك وقلوب. طيب الأداة دي إزاي بتركب على السنوت؟ في جزء هنا في السنوت، هو الفراغ ده، دخل الأداة بس كده. طيب خلونا بقى نجرب السنوت ونشوف نقدر نعمل بيه إيه. طيب أنا هستخدم هيد جوليكس وهنركب دلوقتي السنوت. دي طريقة تركيبه، أكنك تركب هوكتا أو برابوليك، أي حاجة عادي خالص. وهستخدم كانون ار وسيجما ار 85. طيب انا اخترت الشكل ده فهركبه دلوقتي في القطعه هنا، بيركب بالطريقه دي. طيب انا دلوقتي ركبت الشكل وثبتت الاضاءه بتاعتي والسلام كده واقف تمام كده، الاعدادات كلها مظبوطه. خلينا ناخد تيست. في شويه نتائج طلعتها في السنوت، بستنى تكتبوا لي رايكم في الكومنتات. اخر حاجه وهي سعر السنوت، السنوت سعره 1700 جنيه، جايبه من ستوري كاميرتاجيه، هسيب لكم اللينك بتاعهم تحت في الديسكريبشن. وبس كده، شكرا ليكم.